فاطين، الفطار جاهز يا حبيبي. حاضر حاضر يا امي، يا صباح الفل. صباح النور يا حبيبي. وان اقل حق من حقوق المواطن الشريف هي الحصول على كوب ماء نظيف يروي عطشه، ان مواثيق الامم المتحده. افطر كويس يا فاطين، انت جيت امبارح وما تعشيتش. اقعد. اه يما، من بعد ما شفتها امبارح وانا شبعت. ايه ده، وفي جمال كده بنت الايه، قمر قمر عسل يما. هي مين دي يا فاطين؟ قطر يما، قطر تاني قطر. وبعدين انت ايه اللي فكرك بقطر؟ انت عديت على المحطه؟ وبعدين انت مش كنت امبارح في القسم؟ لا يما، انا ما روحتش المحطه، القطر هو اللي جه القسم. قصدي هي اللي جت ودوقتني البسبوسه بالقشطه يما من ايديها، ايديها اللي تتاكل اكل. وهي ايه اللي ودها القسم؟ هي رد سجون يا واد؟ تقريبا يما. ايه، بتحب واحده رد سجون؟ دي اخر صبرك يا فاطين. يا امي انت فهمتيني غلط، ده ابوها هو اللي رد سجون. ايه ييه، لخبطتيني يما. هو انا ما قلتلكيش؟ لا يا روح امك ما قلتليش. مش ابوها يطلع الصول عزوز يما، وهي كانت رايحه علشان تديله البسبوسه، والنبي يما بقى نروح له علشان نخطبها بقى. هو الصول عزوز ابن حلال، بس مراته زي ما انت بتقول لسانة عم. علشان خاطري يما، علشان خاطري، لحسن انا امبارح طول الليل عمال احلم بقطرات السكه الحديد كلها، يرضيكي بقى قطر منهم يجي يقوم لهفني كده هون ويطير هي كمان مني. أنا أمك يا حبيبي. وساعتها بقى يا أم فاطين مش هتجوز خالص، وهقعد في قرابيزك كده. لا وعلى إيه؟ أنت تعدي على الصول عزوز وتبلغه إن إحنا هنروح لهم آخر الأسبوع. وليه آخر الأسبوع؟ ما خير البر عاجله، إحنا نكلمه دلوقتي أهو. ده أنا حتى ياما حافظ التليفون أهو في دماغي، حافظه فين؟ بس هتكلمه بدري كده يا ابني، في الساعة لسه ما جاتش 7. ياما عم عزوز بيخلص النبطشية الساعة 6 الصبح، يعني تلاقيه دلوقتي لسه ما نامش. جرس ياما جرس، قلبي بيعمل كده قلبي. الو الو، هي يا اما هي صوتها حلو قوي، انا مش قادر اسمعي كده. حلو صح؟ اه يا اخويا حلو قوي، ولا نجات الصغيره في زمانها. رد عليها قبل ما تقفل. آه صح. الو، يا صباح البسبوسه بالقشطه. ايوه يا ستي، انا الاستاذ فاطين علي حسين الجرح المحامي. ايوه بتاع العجله والمخرطه. بابا عزوز موجود حضرتك؟ اه بابا موجود، بس هو نام متاخر. تحب اصحهولك؟ ده مين اللي بيتصل على الصبح كده؟ ده استاذ فاطين. عايز بابا. وعايز ايه بقى سيزفت ده على الصبح؟ اديني السماعه. ام قوي ام قوي يا قطر، ما تداش السماعه ما تدا. ايوه يا سيزفت، عايز ايه؟ لو سمحت يا مدام شهر، حضرتك لم لسانك. وبعدين حضرتك انا مش طالبك انت، حاجه غريبه جدا، انا طالب عم عزوز. انت مالك ومالي؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ لا مالي ومالي يا عينيا، ده بيتي وتليفوني. انت اللي مالك بتتصل بينا ليه يا وش الفقر يا فال الشوم؟ ايه في ايه على الصبح يا شهر؟ المحامي اللي اسمه فاطين فال الشوم. سامع ياما، بتقول عليا فال الشوم؟ انا فال شوم حضرتك؟ انا مش هرد عليكي علشان انت واحده ست. هات ارد عليها انا. ايه يا ست انت، ابني كان عملك ايه عشان تقولي عليه فالشؤم؟ ده حتى ابني بسم الله ما شاء الله ادم وادم الساعد. اتكلمي على قدك يا اختي. لا يا روحي، انا اتكلم براحتي وفي بيتي وفي اي حته. خلاص يا ماما بقى اخرسي. خلاص يا شهرات السماعات. اسكت انت. حاضر. دي زي ما انت قلت، لسانها متبري منها اعوذ بالله. ايه ده حاجه دي؟ كملي كملي شتيم. هي مين دي اللي لسانها متبري منها يا ولية يا رشانة؟ أنا رشانة؟ بتقولي يا رشانة يا فاطين؟ أمك رشانة؟ لا يا أمي لا، لا يمكن تكوني رشانة، ولا إن شاء الله هتكون. هاتي 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 هاتي. مين دي اللي ولية رشانة يا ولية يا خرفانة؟ خرفانة؟ أنا خرفانة يا عزوز؟ والله ما أعرف. هاتي 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 السماعة. ما تزعليش يا ست غالية يا محترمة. قصدي اهلا اهلا يا استاذ فاطين. يا عم عزوز بقى يرضيك كده قله القيمه من مرات حضرتك لامي، ام الست غاليه اللي كل اهل الجزيره بيحلفوا بيها. لا ده كله علشان اتصلنا بيك. وبعدين يا عمي احنا بنتصل بحضرتك علشان نحدد ميعاد علشان نتقدم لصاحبه الصون والعفاف الانسه قطر. نقوم ننداس كده. ايه تتقدموا لبنتي قطر؟ يا اهلا وسهلا، ده انتوا تشرفونا في اي وقت. هما مين اللي شرفوا؟ استني بس، اديني فرصتي. ايوه يا استاذ فاطين،
منتظركم النهارده ان شاء الله تشرفونا، وانا بنفسي هعتذر للست المحترمه غاليه هاني. مع الف سلام. تعتذر لمين؟ اخرتها الزفت ده هو اللي يتقدم لبنتك؟ ايوه. وانت قطر يلا على شغلك، تنسيش تاخدي اذن بدري عشان تيجي كده تستعدي وتستحمي عشان الناس اللي جايه دي. حاضر يا بابا، يلا مع السلامه. سلامه يا حبيبتي. انت ايه اللي بتقوله ده؟ انا مش موافقه، وهتشوف كلمه مين اللي هتمشي. لا يا باشا، المره دي بالذات بقى لازم توافقي. ما مرضتش اتكلم قدام البيت، كل العرسان اللي جم للبيت طلعتي فيهم القطط الفاطسه يا شهر. لما خلاص العرسان رجليهم اتقطعت عن البيت، المره دي بقى العريس محامي ومحترم وسمعته حلوه في وسط الناس. ارحميها وارحمينا بقى، عايزين نجوز البت اللي حيلتنا ونفرح بيها كده. ماشي يا عزوز. مش رايحة يعني؟ مش رايحة يا فاطين. انا يتقال لي يا رشانة وانا لسه ما دخلتش بيتهم، اما لما تتجوزوا هيتعمل فيا ايه؟ يا امي ما حدش يقدر يزعلك ولا يدوسلك على طرف طول ما فاطين ابنك عايش. الا وبعدين البنت يما ذنبها ايه؟ اهو برضو ننقذها من براثن امها المرأة العنكبوت دي. اما نشوف، مش يمكن البت تطلع لامها؟ اقفل قدر على فمها. لا 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 لا، كله الا قطر. قطر دي يما انت هتحبيها جدا صدقيني. طب ما نشوف يا اخويا. يعني وافقتي يا ست الكل؟ وانا لاقي حد غيرك دلوقتي بعد المرحوم ابوك، واخوك اللي ربنا وحده يعلم هو فين دلوقتي وبيعمل ايه. ربنا يا رب يخليك ليا يا رب. اخوي يخليك يا حبيبي. امسك دول فلوس اخر قسط للعربيه بتاعتك اللي هتستلمها النهارده، اوعى يتسرقوا منك. لا ياما ما تقلقيش، برضه ما بتنسيش حاجه. بس برضه يا ست الكل مش هنستلم العربيه من عند الحاج ميمي غير واحنا مع بعض. ودلوقتي بقى ياما استاذن علشان اروح المحكمه، لحسن النهارده اليوم كله كومبليت. اجهز لك كام غيار زي كل مره وابعتهم لك على الاسم؟ لا ياما، لو حصل هبقى اقول لك. وبعدين ما تقلقيش، ده انا النهارده محضر لهم حته دين مذكره ما تخرش المية. إن أقل حق من حقوق المواطن الشريف هو الحصول على كوب ماء نظيف يروي ظمأه. إن مواثيق الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان وجميع القوانين والأعراف. طلباتك يا أستاذ فاطين. عن المروحة يا سمير. حاضر يا باشا. بس أنا يا فندم لسه ما خلصتش مرافعتي. اتفضل كمل كمل يا أستاذ فاطين، بس بالله عليك تختصر اختصر عشان خاطر. مهما تنساش ان دي القضيه 83 اللي انت بترفعها على مرفق مياه القاهره. اختصر ورحمه ابوك يا شيخ تختصر. حاضر يا ست القاضي، حاضر، حلفتني بالغالي. انا عايز بقى سيادتك تشوف كده وتركز معايا كويس قوي. دول ازازتين ميه من الحنفيه، دي ميه من الحنفيه بشكل مباشر، ودي ميه من الحنفيه بس بعد ما عدت من على الفلتر اللي باظ طبعا. تحب سيادتك تدوق وتستطعم؟ لا 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 لا، انا معايا زمزمين يا فندم. العلم بيقول ان الميه ليس لها طعم ولا لون ولا رائحه، مظبوط؟ مظبوط يا استاذ فاطين. اختصر، انا واخد 2 قرص نوفالجين، عندي صداع. الف سلامه عليك يا فندم. وزاره بقى الميه بتاعتنا يا فندم أثبتت أن المياه لها طعم ولون ورائحة يا فندم. وفي تقرير من وزارة الصحة بيقول إن المياه دي مختلطة بمياه الصرف الصحي. ليك حق يا فندم تقول كده، مال الناس الغلابة بقى اللي معهمش فلوس يجيبوا فلتر يعملوا إيه؟ يلطموا يا فندم. ده تقرير من وزارة الصحة بيقول إن نسبة مرضى الكبد والكلى في مصر أعلى نسبة في العالم. سيد القاضي، البلد فيها 29 مصنع و300 فندق بيرموا مخلفاتهم بالكامل في مياه النيل العظيم. يعني ببساطة يا فندم، سنوياً بيلقى في النيل 4 مليون طن مخلفات وملوثات. طلباتك يا أستاذ فاطين. أنا بأطالب بالآتي يا سيد القاضي. أولاً، استجواب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستجواب وزير الصحة، واستجواب وزير الري والمياه، واستجواب رئيس الوزراء، واستجواب واستجواب مين تاني؟ أجيب لك رئيس الجمهورية؟ لا يا فندم، اركن ده على جنب، دي رؤى. في حاجة تانية يا أستاذ فاطين؟ ألف شكر يا فندم،
متشكر جدا على اتساع صدركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي على ضيلي بعديها يا سمير. قول 35 المدعى عليه وزارة الكهرباء المختصم الأستاذ فطين. ليه كده يا أستاذ فطين؟ يا دي أنت يا أستاذ فطين، دي المرة الـ 12 اللي أنت بتختصم فيها وزارة الكهرباء. مظبوط سعادتك، مظبوط. أنا ما قلتش حاجة، بس المرة دي يا فندم عندي جديد. غني غرد يا عندليب. سيدي القاضي، حضرات المستشارين، سيدي وكيل النائب العام، سيدي الحاج، السادة الحضور، إن الكهرباء يا ساتر استر يا رب. أهو شفت يا فندم، لسه الواد اللي بياخد 20 جنيه ويشد السكينة لسه شغال. على عينك يا تاجر، أنا ما جبتش حاجة من عندي. في سويسرا لما النور يا فندم اتقطع مرة واحدة ولمدة دقيقتين، الوزير استقال بنفسه ورد الفلوس كلها بالكامل وقال أنا ما استحقهاش، إنما إحنا هنا عندنا يا فندم طلباتك يا أستاذ فقير، طلباتك. بس عشان خاطري اختصر، أنا ما رضيتش أرفع الجلسة عشان خاطر مصالح الناس، ها؟ أنا مش هفضل قاعد في الأسبوع ده كتير. للصبر حدود، فهمني؟ للصبر حدود. يا فندم ما تعصبش نفسك. يا سمير هات حاجه ساقعه بسرعه للست القاضي. واجب يا استاذ فطين، وعندك حاجه ساقعه؟ بس انت تتفهمه، مش عايز التاني يسكت. طلباتك يا استاذ فطين، حضور وزير الكهرباء بشخصي. حاضر، من عينيا. اتفضل يا استاذ فطين. شكرا سيد القاضي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. سمير امضى على القضية اللي بعدها، ولو فيها نسبة فطين ده انا هرفع الجلسة. ارفع الجلسة يا سيادتك. هو برضه بيختصم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. رفعت الجلسة. أهالي المنطقة الكرام، بعد طول انتظار ودفع آخر قسط، قررنا نحن الحاج ميمي تسليم الرهوان العربة الطائشة إلى صاحبها الأستاذ فطين. سلام للأستاذ فطين وأبدا تشغل. والله يا جماعة أنا ما عارف أقول إيه، والله كأن ال 22 سنة عدوا هوا، كأن أول قسط لسه مبارح. ياه أنا فاكر ساعتها كان عندي 7 سنين وراجع من المدرسة الساعة 2 إلا تلت، كان عندي ساعتها بقى في سنة تانية ابتدائي، وراجع مبسوط وفرحان علشان الأبلة أوديت. فاكرها يما؟ آه يا حبيبي. الأبلة أوديت دي بقى كانت بستني على قرط كده قدام الحوش كله، وديتني نجمة عشان طلعت الأول في الإملة. قلت ساعتها يا فطين انت لازم تكافئ نفسك، قلت خلاص انا هشتري الرهوانة دي. تعالى بقى خلص بقى يا فطين، الناس اتفرجت علينا. حاضر يا ام، حاضر. والشهادة لله، الحاج ميمي وقف جنبي وقال لي على اقل من مهلك يا فطين يا ابني، وال 22 سنة يا اخوانا عدوا هوا كأنهم 22 ثانية مثلا. يلا يا حاج ميمي ورانا قراية فاتحة يا اخويا. ايوه حاضر يا ست الكل، والآن أسلم مفتاح المدينة، أقصدي الرهوان، للأستاذ فطين. اتفضل. إيه مفيش مزيكا؟ وتدخلي برجلك اليمين. يلا ورانا قرايه فتحي. والله نسيت العروسه. الله 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 حلاوه.
يا حاج ميمي، اتحسدت ولا ايه؟ مش راضي تدور. كرك لها، خف الدبرياج شويه وسنه بنزين. ولا فاهم بنزين ولا بيه. فيا يا اخوي اجري يا اما العربيه بتاعه. شفت قلة الادب من اولها؟ وانت السبب، انت اللي بتدي الناس ملهاش لازمه فرصه تستخف بينا. يستخفوا ايه يا وليه؟ انت يستخفوا ايه؟ الغايب حجته معاه. لا غايب ولا نايب، انا خلاص قفلت. يعني ايه يا بابا؟ يعني مفيش عريس؟ مفيش فاطين؟ غيرت لك بقى كل حاجه، الرقبه والعفشه والبطاريه والكربراتيل والاكستراتير، وجبت لك طقم كهربا وكيل فرامل، يعني تقدر تقول عمرته كامله. طب انت غيرت كل ده، ايه اللي فاضل في العربيه يا اسطى؟ مش ده، احنا لو كنا اشترينا عربيه جديده كان يبقى اسهل. يا عم اركب وادعي لي، دي بقت رهوان، بس خلي بالك من الرادار بقى. ماشي يا عم، الرادار اركب يا اما اركب. اوعى يا عم، اوعى يا عم، خليه يركب. يلا الناس هتاكل وشنا. ماشي يا عم، ده احنا وشنا اتحفف خالص. يلا يا حاج بالراحه يا عم. قلت لك هتدعي لي، ايدك بقى على الحساب يا حلو. خلي بقى الحاج ميمي حازمك وانا هبقى قصتهم له. يلا يا عم. على مهلك يا عم، ربنا يكفيك شرها يا عم. انا عارفه حظي وبختي مهبب. لا يا حبيبتي، بختك حلو وحظك زي الفل، ان شاء الله في عريس وفي فرح. اهدي بقى، اهدي، عقدت البيت. قوم قوم يا بابا، والله لازم قوم. شفتي؟ عشان تعرفي ان الصبر جميل. اضحكي بقى، اضحكي في وش الناس عشان ليلتنا تبقى حلوه. اضحكي، هي دي الضحكه؟ خلاص بقى يا ابني. ايه ده؟ ما سكت الزمرة دي يا ابني دماغي. دي باين لها علقت ياما. والناس اللي مستنيانا دي هنفضل نطعنهم كده؟ لا لا ما صح، تعالى يلا ننزل بقى. يلا يا ابني. يلا ننزل بقى. تعالى ياما. وهي بقى ان شاء الله هتسكت لوحدها، هي عربية ايه رهوان. يلا يلا اتفضلي ياما، هي الدور اللي فوق على طول. طيب يلا. منك لله يا حاج ميمي، انت والوسطى مشمش حمراته كاملة. امسكي بقى يا مدام شهر، حط القطن دي في ودنك، هتفصلك عن الدنيا كلها، مش هتسمعي حاجه خالص. مش عايزه قطن. اجيب لك شاش؟ مش عايزه حاجه. اسمعي كلامي حضرتك، التوتر ده مش حلو لصحتك. انا قلت مش عايزه حاجه، انت ايه؟ ما بتسمعش؟ ايه؟ انتوا يا ناس يا اللي ما عندهاش ريحه الدم، حد يقفل كلاكس العربيه دي، عايزين ننام. براحتك. ايه رايك بقى عم عزوز في الاختراع ده؟ عم عزوز؟ عم عزوز؟ نسيت. انت سامعني كده؟ اه حبيبي، في حاجه؟ لا انا كنت بطمن بس. ايه رايك ياما بقى في العروسه؟ زي القمر يا فاطين، وشكلها طيب وبنت حلال. يعني مالكيش اي ملاحظات عليها؟ عليها هي؟ لا دي غلبانه قوي، انما عارف على امها. امها دي عامله زي قضايا وصولات الامانه، موت وخراب ديار. يا عالم يا ماتشا، بطلوا صوت الكلاكس دوت، عايزين نتفرج على الفيلم. بس البنت طيبه وكويسه. يعني موافقه يا ست الكل؟ ربنا يوفقكم يا ابني. طيب يلا بقى بينا يا جماعه نقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحه ايه اللي هتقروها؟ هو احنا كنا اتفقنا على حاجه عشان تقروا الفاتحه؟ ما نقرا يا شهر، انت زعلانه ليه؟ عزوز. حاضر. احنا يا اختي موافقين على كل اللي هتقوله عليه، وبنتكم اللي زي القمر دي دخلت قلبي من اول ما شفتها، وحشيلها جوه عيني. الله يبارك لك يا ست غاليه، بنت اصول صحيح. ايه ده؟ الظاهر ان الكلاكس اتصلح. شيلوا القطن يا جماعه، شيلوا القطن. ياه. وبالمناسبه الحلوه دي بقى، انا عازمكم عند فطاطر الامور، نضرب بقى فطير كده بالسجق وبعديها
نحلي بالسكر ونتكلم بقى في التفاصيل، وبالمره افسحكم بالعربيه الجديده بتاعتي. ايوه انا بحب السجق جدا. عزوز حاضر. ما تعربيهاش بقى شهر الله، وبعدين الست قالت طلباتكم كلها مجابه، ما تزعليش البنت في يوم مفترض زي ده، انت شايف البنت مبسوطه ايه وحاطين من الفرحه. ماشي يا عزوز. الى الامور يا جماعه، يلا بينا. وانت بقى يا قطر شيل علبه الجاتوه دي في التلاجة اللي احسن تبوظ، ده انا جايبها لكم من القطعه ب 4 جنيه و80 قرش. عيب عيب كده، عيب كده يا فاطين، ناقص تقول لهم ان انت جايب دسته ونص.